العامة، كما أتوجه بالشكر إلى جميع ممثلي السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، وإلى السادة رؤساء المصالح الخارجية من درك ملكي وقوات مساعدة ومراقبة للتراب الوطني ومديرية المستندات العامة ووقاية المدنية وسلطات محلية وإدارة ترابية، كما أتوجه بالشكر لممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية، وكذلك إلى فعاليات المجتمع المدني، وكذلك رؤساء الوداديات والأحياء، وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إطار تحقيق حكامة أمنية في إطار تشاركي. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل السيد رئيس المجلس العلمي والسادة الممثلين والمنتخبين، وكذلك السادة البرلمانيين. كما كتعرفوا راه احيانا يصعب على الانسان باش يتكلم في هذه اللحظات. السيد الوالي ديال الجهه كان بالنسبه لنا سندا قويا، وكان اطارا ويقتدى به من حيث الاخلاق والمبادئ، وكما يقال عرف عنه وعرفنا عنه انه انسان ريسبتيف واكسبيديتيف. وكذلك بهذه المناسبة أطلب من الجميع يد والي الأمن الجديد السي عبد الباسط محتار، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة أطر وعناصر ولاية أمن وجدة الذي عرف عنهم لماتة الأخلاق والاستقامة وكذلك العدل والإنصاف. وكما كنت أقول لهم دائما، يقول تعالى: ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم، نعاود نكررها لكم: ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. واسمحوا لي الا نسيت شي واحد. والسيد الوالي شكرا جزيلا. السيد قائد الحاميه العسكريه الكولونيل ماجور، كنطلب منه باش يبلغ تشكرات للساده القوات المسلحة الملكية اللي تعاملنا معهم، كذلك السيد الوكيل العام الملك والسيد الوكيل الملك والسيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد رئيس محكمة الاستئناف، كذلك السيد المفتيش العام اللي يسمح لنا على هذا التعامل، اللي السيد الوالي ديال الأمن الجديد. الناس ديال المنطقة الشرقية عندهم خصوصيات نتاعهم، ناس معروفين بالكرامة وبالاستقامة وبعزة النفس وبالعفة. كنطلب منه باش ياخذ بيدهم ويتصنت لهم مزيان، لأنني أنني أعي جيدا ما أقول. تقريبا خلال الممارسات ديالي راه تقريبا عندي 18 ميطاسي 18 انتقال، راه المغرب كله درتو، والخصوصية ديال كل منطقة نعرفها. أوصيه خيرا بساكنة الجهة الشرقية، وشكرا جزيلا.